بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ایک منٹ، یہاں پر یہ جو کارڈ رکھے ہوئے ہیں آپ بلا ترتیب آگے سے نیچے سے بھی اٹھا سکتے ہیں، بیچ میں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، ترتیب سے نہ اٹھائیں آپ، آپ کی مرضی ہے، چاہے اوپر والا اٹھائیں نیچے والا، کوئی سا بھی اٹھا لیں. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. یہ بلا ترتیب رکھے ہوئے ہیں ویسے. جی یسوع منزل نمبر ایک پارا نمبر تین سورۃ آل عمران میں سے کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ربكم. حسبك. دوسرا سوال سنیے. دوسرا سوال. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. يسوع منزل نمبر تین پارا نمبر بارہ سورة الہود میں سے کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم صدق الله الجبار العلي العظيم.